70 عام المباراة، البدري إبراهيم مكان سعيد مراد. كورنر 14 دقيقة، الكل يترقب، الكل بالنسبة للجماهير الألوية التي تملأ ربما عدد هي الأكثر أكيد في ملعب واستاد القاهرة. بركات كورنر في التنفيذ، نيات كثيرة في الشوط الأول أربعة والشوط الثاني أربعة، الكرة خطيرة وتذهب إلى ضربة مرمى، أحمد فتحي سددها وضربة مرمى. الأهلي وصل تقريبا إلى 8 ضربات ركنية في المباراة في حوالي 76 دقيقة من عمر المباراة. نعم الكرة لم تلمس أحد.